القعده اللي قاعدينها بالبيت مش عشان ترجي، فما تتشهونوا شويه سميديه شويه كعكه شويه شوكليت شويه، لا خلينا نحاول نركز انه احنا في محنه صحيه بالعالم كله اقتصاديه، بدنا نحاول على القليل نعمل تمارين البريدنج. فاليوم رح يكون معنا تمرين كثير بسيط بدنا نعمله اي وقت، هو بيسك كثير بتمارين اليوغا اللي هو الالترنيت بريدنج تكنيك او تمرين التنفس من جهتين الانف اليمين واليسار. فعشان تستعدوا تقعدوا بطريقه كومفورتبل مرتاحه، ممكن نعمله قدام التلفزيون اذا كثير متعلقين بالتلفزيون تبعنا بهاي الحبسه اللي احنا قاعدين فيها، اذا لا بقدر باوضتي بقدر بغرفه القعده باي محل ممكن، بس بدي اكون قاعد مرتاح لانه عاده بسبب الخوف والاشياء اللي كثير حوالينا بنصير شوي مكركبين لقدام، فبنحاول نفرد حالنا. سو رح ناخذ شويه breathing exercises to open the shoulders لورا، inhale و exhale round، inhale وزفير منريح كمان كم مره هيك بس حتى نحس حالنا، exhale زفير وشهيق. من هون بقدر اتربع، بقدر اقعد على كرسي او على شيء، بس ايدي الشمال راح يكون الاصبعين تشين مودرا اللي هي الثمب والاندكس فينجر راح يكونوا مرتاحين فيسينج السيلينج. كود راح استعمل الاصبع الثمب والرينج فينجر على ايدي اليمين حتى نبدل البريذنج من النوسترل اليمين واليسار بشكل انسيابي وسهل. وبدي اذكر بس ما نضغط كثير على الانف، ركزه خفيفه بس عشان الجهه الثانيه هي اللي تاخذ الشهيق والزفير. انجوي، استمتعوا، ريحوا نفسكم، ريحوا كتافكم، while we do it I'd love to guide you as much as I can ونحاول نستمتع فيه مع بعض. نسكر الجهه اليمين بالثمب فينجر، راح ناخذ زفير من الجهه الشمال، شهيق من الجهه الشمال. سكر جهة الشمال، زفير من اليمين، زفير كامل كامل للآخر، بعدين شهيق من اليمين، زفير من اليسار. هيك بكون عملت دورة كاملة، يسار يمين يمين يسار. بدي أحاول أعيدها بس هالمرة أحط هدول الأصبعين اللي هو الميدل فينجر والإندكس فينجر عند الجبين حتى راسي ما يرتخي بعد فترة، بدل استعمل ماي ثمب وماي رينج فينجر. هبلش اسكر اللفت، شهيق من الشمال، بقدر ارخي المعدة مع الشهيق، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. ارخي كتافي، اضل رافي كتافي، شهيق يسار، زفير يمين. لما بدي اخلص راح اخذ شهيق من اليمين وزفير من اليسار. هيك بنقدر نعمل التمرين. بحط التايمر عندي على التليفون، خمس دقائق ممكن اعملها. اهم شيء انه ارخي الكتاف، مع كل زفير كتافي عم برتخوا اكثر، نفسي عم بيصير اعمق لانه الكتاف بيكونوا مرتاحين في منطقه اكبر للبريدنج. فحاولوا تعملوا الصبح والمساء. الصبح رائع قبل فنجان القهوه، قبل ما اقوم من التخت حتى اقعد اركز ظهري على حافه التخت واعمل التمرين بطريقه. هلا مرات بنصحى بنلاقي انه جهه اليمين او اليسار من الانف مسكرين بلوكت، اتس اوكي اعمل از ماتش از بوسيبل، بس طبعا بيفور اي دو ماي بريدنج اكسرسايز، هذا خصوصا بالذات I can blow my nose أو بنف أنفي، لأنه مرات خصوصاً أول ما نقوم من النوم كنا في أشياء overnight. فنعمل تمارين كتير خفيفة circular لمنطقة الجيوب أو حوالين الأنف. You blow your nose، بعدين نعمل our breathing pranayama اللي هو اسمه alternate breathing technique أو nadi shodhana بالسن سكريتي. Thank you. Stay safe. Keep breathing. اعملوا مرتين ثلاثة واعتبروا وصفة طبية. زي ما بيعمل لنا دكتور prescription، this is a prescription for health and wellness.
شكرا لكم، stay tuned.